ذكر الله عز وجل. المراد بالذكر هنا الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب في قولها والإكثار منها، مثل الباقيات الصالحات، وهي سبحان الله والحمد لله والله أكبر وما يلتحق بها من الحوقلة والبسملة والحسبلة والاستغفار ونحو ذلك، والدعاء بخيري الدنيا والآخرة. ويطلق ذكر الله أيضا ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه أو ندب إليه، كتلاوة القرآن وقراءة الحديث ومدارسة العلم والتنفل بالصلاة. والذكر يقع تارة باللسان ويؤجر عليه الناطق، ولا يشترط استحضاره معناه، ولكن يشترط ألا يقصد به غير معناه. وإن انضاف إلى النطق الذكر بالقلب فهو أكمل، فإن انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى ونفي النقائص عنه ازداد كمالا. فإن وقع ذلك في عمل صالح مهما فرض من صلاة أو جهاد أو غيرهما ازداد كمالا. فإن صحح التوجه وأخلص لله تعالى في ذلك فهو أبلغ الكمال. وقد حث الله عز وجل على ذكره في مواضع كثيرة، فقد حث الله عز وجل عباده لأن يكثروا من الذكر، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ووعد الله تعالى الذاكرين والذاكرات بالمغفرة وعظيم الأجر والثواب، فقال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وحذرنا الله عز وجل من صفات المنافقين التي منها قلة ذكر الله تعالى، والله المستعان. فقال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وحذرنا الله عز وجل من الانشغال بالأموال والأولاد عن ذكره جل وعلا، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وامتدح الله تعالى أولي العقول من المؤمنين بأنهم يذكرونه على كل حال، فقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.